انا على السيد رئيس اللي باش يقعد ياخذ 30 مليون مدى الحياه. قلت هذا قانون بن علي يظهر لي وتبذير الفلوس الدوله، معناتها حتى السيد فؤاد المبازع يظهر لي 30 مليون حياته الكل باش يقعد يخلص. لا استنى عاد. القانون عدد 88 لسنه 2005، هذا عمله رئيس بن علي. شو يقول فيه؟ يقول رئيس الجمهوريه بعد انتهاء مهامه تقعد له منحه شهريه تساوي المنحه وقت اللي هو في الخدمه. في الخدمه الرئيس الجمهوريه قاش ياخذ؟ ياخذ 30,000 دينار. معناتها بعد ما يخرج للروتريت يحب يقعد ياخذ 30,000 دينار. اذا كان هذا مش 30,000 دينار بركه. الماء والضوء والغاز والتليفون والتسخين والشوفاج الكل من ميزانيه الدوله. احنا اعوان الحراسه. سيد رئيس من الاول قال ناخذ زوز 3 ملايين باقي كل لا استنى عاد. سيد رئيس نهار تفاجأت قريت جون افريك، عملت تصريح لجون افريك قال فيها انا باش ناخذ 3 ملايين هكا. طلبناه قلنا له انشر البلتان دو بي نتاعك. الى حد الان ما حبش ينشرها. يا رسول الله جمعيتنا واي مواطن تونسي يدخل على الانترنت وتلقى شهريه هولندا، شهريه الوزراء الكل، شهريه اوباما، مصروف الكلبه نتاع اوباما. اي نعم اوباما الى ديكلاري في لي زامبو نتاعو مليون و700 الكلب نتاعو. قداش باع كتب وقداش مدخول وقداش كذا. تو احنا جيو قال لهم باش ندافعوا باش نكافحوا الفساد ويمشيوا ماشيين ثلاثه رؤساء للمجلس التاسيسي واستراتيجيه كامله لا لا هي الاستراتيجيه لازم تبدا بروحك ساعه قبل باش تعطي المثل للشعب. هو قال 3 ملايين وكذا وكذا، معناتها ما الفيش دو بي باش نعرفوا اسكو باش ياخذها 3 ملايين. اسكو يصبوا عليه السيد الرئيس ولا ما يصبوش؟ مترسم ولا مش مترسم؟ مثلا نطمنوا على رئيسنا، معناتها احنا مش نيتنا خايبه. باهي يقولوا انه 30 مليون دونك باش تقعد حيته كل ياخذها. لا مش تقعد، مش على كيفه هو على كيف غيره. راهو هذا قانون. قانون لا لازم ابطاله. شنو القانون؟ هي مدى الحياه. توا ساركوزي كيف خرج الشهريه نتاعو 5250 قعد ياخذ في شهريته اللي كان بها في وقت الوقت. شهريته قداش؟ 5000 يورو؟ اي 5250 يورو. معناتها 11 مليون رئيس فرنسا، 30 مليون رئيس تونس؟ اي رئيس تونس 30 مليون اي. اسمع يا سيدي. اي. ولو اشترى ساركوزي يخلص قد محرزي العبيدي. بالضبط. صحيح؟ بون هي من ثقف اكثر منه بصراحه.